بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى النشرة العربية على التلفزيون الوطني لجمهورية الصومال الفدرالية، ونستهل بكم من أبرز العناوين. محافظة بنادر تتسلم إدارة تعليم العاصمة من وزارة التربية والتعليم العالي. رئيس برلمان ولاية كلمدوك يتفقد مستشفى منطقة قوان. الجالية الصومالية في تركيا تقيم حفل ترحيب للرئيس ولاية كلمدوك. وفي الأخبار العالم، الرئيس الجزائري يأمر بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أما الآن فإلى تفاصيل النشرة، ومعكم زكريا خليفة. تسلمت محافظة بنادر وبلدية مقديشو مسؤولية إدارة التعليم بالعاصمة من وزارة التربية والتعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، وذلك في خطوة لتعزيز منظومة التعليم في أنحاء الجمهورية. وقال معالي وزير التربية والتعليم العالي بالإنابة السيد عبد الله قودح بره إن محافظة بنادر ستتولى من الآن فصاعدا مسؤولية التعليم في العاصمة مقديشو على غرار إدارة التعليم لدى الولايات الإقليمية في البلاد، مضيفا أن دور وزارة التربية والتعليم العالي سيكون الإشراف على منظومة التعليم في كافة الجمهورية. من جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس الوزراء السيد مهدي محمد قوليد أن على إدارة محافظة بنادر العمل الدؤوب فيما يتعلق بتنشيط مسؤولية التعليم. وقد حضر مناسبة تسليم مسؤولية التعليم محافظ بنادر وعمدة مقديشو السيد عمر محمود محمد عمر فيلش ومسؤولون بوزارة التعليم وبلدية مقديشو. قام الرئيس برلمان ولاية كلمدوك الدكتور محمد النور قعل بجولة تفقدية في مستشفى منطقة غوان برفقة وزراء ونواب ومسؤولي إقليم مدوك، وذلك للإطلاع على الأعمال الجارية والخدمات الصحية التي يقدمها للسكان المحليين هناك. وشارك سيد محمد نور قعل والوفد المرافق له أمس في مناسبة وضع حجر الأساس لمستشفى هوبيو للأمومة والطفولة في إقليم مدوك. يذكر أن الرئيس مجلس نواب ولاية كلمدوك قد وصل أمس الأحد على رأس وفد إلى مدينة قالقعيو في زيارة تعتبر هي الأولى من نوعها منذ توليه المنصب. أقامت الجالية الصومالية في تركيا الليلة الماضية حفل ترحيب للرئيس ولاية كلمدوك السيد أحمد عبدي كاري قرقر. وأشاد بعض أفراد الجالية الذين تحدثوا خلال مناسبة الترحيب بالجهود الجبارة التي قام بها السيد أحمد عبدي كاريه خلال فترة ولايته القصيرة. وشكر الرئيس ولاية كلمدوك أعضاء الجالية الصومالية في تركيا على ترحيبهم الحار وشجاعهم على مواصلة تضامنهم. وحضر المناسبة النواب في البرلمان الفدرالي وسياسيون ومكونات المجتمع المدني. وفي الأخبار العالم، يأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح البلاد، ودعا إلى تنشيط التجارة الحدودية والاستثمار في دول الجوار بمنطقة الساحل. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان يوم الأحد عقب اجتماع مجلس الوزراء إن الرئيس تبون وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الجهوية والثنائية، لا سيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وأكد البيان على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة. مشاهدين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، وكان معكم على الهواء زكريا خليفة، وفي الهندسة الفنية زميل محمد عبد الحكيم بنكا، وفي الكاميرا نصيحة عبد الجليل. أترككم في أمان الله وإلى اللقاء.